لا تلاحظون هسه شباب قاعد نلم الدهن مالتها هاي. تمام شباب هسه خلص الدهن ان شاء الله، هسه نبلش فتح الاكسل. هذا البين كلش قوي حتى الصور الحينة. احنا شوي شوي نبلش به هني الراخي. هذا تمام، هذا سهل. صور هذا شوي حيل قوي، خلنا يحتاج لطرقات، نطرق عليه طرقات. يلا نبلش الفتحة على مود هذا لا ينكسر. فنبلش أول شي بالخفيفات الضعيفات. هذا همين قوي. تمام. هذا قوي حيل. تمام، هذا شوي رخي.
إذا ما فاد راح نلجأ لل طبعا بقى بس واحد بس مشكلته مشكلة راح نستخدم القارصة ما طول بي لزمة شباب يبدو انه هذا الالنكي ما قاعد يدبرها يفتحها فجبت من قبل انشاء يقول على اساس اصلي فراح نجربه ونشوف ان شاء الله بلكي يفتح هذا البرغ الاخير خلينا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم حتى هذا ما فتح حتى هذا ما قاعد يفتح لين اصلا شباب هسه راح نستخدم التورتش على مود نحمي هاي المنطقة إلى أن بلكي يرخل البرغي هسه شباب بعد ما سخننا راح نستخدم القارصة تمام يلا اجتي بيها بالقارصة طبعا حتى الالنكي ما فاد بيها بس القارصة جابتها ويا الحرارة طبعا القارصة وهو بارد هم ما فتح شفته هسه يلا الالنكي قام يفيد وياه طبعا ويا الحراره والقارصه يلا قدر يفتح اذا ما قدر يفتح كان اضطرينا نستخدم القلاوض يسموه السنعكس الحمد لله هذا اخر برغي عصلق عندنا الحمد لله هسه اجى بدينا تمام هسه هذا نريد نعرف شنو مشكلة الاكسل ليش ما قاعد يفتر هسه هذا رفعناه ما بي مشكلة يبدو انه ما بي مشكلة بس ليش ما قاعد يفر التاير هي هاي المشكلة نريد نفهمها طبعا شوي ناخذ الجازجت هذا لو تلاحظون هسه هذا ما بيه مشكله ما بيه شيء هاي بعد بعدين ننظفه ان شاء الله هذا لان الغازجت مالته
بس حاليا الاسنان مالته ما بيها شيء، الاسنان مالته ما متلومه بحيث نقول بيها مشكله. بس ليش ما يعشق هسه راح نشوف. طبعا شباب تبين بانه هذا البولبرن بي لو تلاحظون بشرخه، انا قاعد احس بانه بيه شرخه، ينعكس يعني هذا او هذا، هذا ما بيه مشكله، بس هذا اللي يقعد بيه هذا الدشلي، هذا البولبرن بيه شرخه، بيه شرخه فيحتاج له تبديل. هذا البولبرن بيه شرخه يحتاج له تبديل.